السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص والذي يأتي متزامنا مع إعلان الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للسنة المالية 2020. وبالتأكيد المملكة تتجه من خلال هذه الميزانية إلى تحفيز التنوع الاقتصادي وتخفيض الاعتماد على مصدر لدخل واحد، وبالتالي شهدنا خلال يعني هذا العام استحداث وزارة الصناعة والثروة المعدنية في ظل التركيز على الثورة الصناعية الرابعة، وأيضا تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية. طبعا للحديث أكثر حول دور وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تحقيق هذه المستهدفات، أسعد بأن يكون معي معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف. أهلا بك معالي الوزير. أهلا بك. بداية مع الوزير، سعيدين بتواجدك وقبول الدعوة، ويعني نبارك لك هذا الإعلان عن الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية. والله أنا أول شيء أشكركم أيضا على الاستضافة، وأنا بدوري أبارك إلى حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وللشعب هذه الميزانية التي أقل ما يقال عنها أنها الحمد لله ميزانية تنمية، و هي في الاتجاه الذي نطمح له في تنمية القطاعات المستهدفة لتحقيق إن شاء الله رؤية المملكة 2030. جميل. طبعا معالي الوزير، قبل أن أبدأ في الحديث عن الوزارة اسمح لنا نذهب إلى هذا التقرير ومن ثم نعود لمواصلة الحديث. إذا نشاهد مشاهدي الكرام هذا التقرير. منذ إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية في هذا العام، عملت الوزارة على إطلاق محفزات لتحسين البيئة الاقتصادية الصناعية ودفع آليات النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي، وذلك لتمكين الصناعة الوطنية وتشجيع التنافسية للإنتاج الصناعي وتذليل التحديات التي تواجه الصناعة، مما يعزز نمو الاستثمارات الصناعية وخلق الوظائف وتنمية الصادرات غير النفطية، تلبية لطموحات رؤية المملكة 2030 عبر تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة قطاعي الصناعة والثروة المعدنية في إجمالي الناتج المحلي تتطلب العمل على اكتشاف المزيد من الفرص الصناعية واستغلال الثروة المعدنية في ظل المزايا الطبيعية والاستراتيجية التي تمتلكها المملكة، لتجعل منها أرضا خصبة للاستثمار في مجالي الصناعة والتعدين، إذ يقدر حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي بتريليون ريال تقريبا. وعلى صعيد الثروة المعدنية، فإن للوزارة العديد من المهام الرئيسية كتطبيق نظام الاستثمار التعديني وإصدار الرخص التعدينية وتحصيل المقابل المالي لاستغلال الخامات المعدنية، بالإضافة إلى استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، مما سيسهم في رفع إجمالي الناتج المحلي وتحقيق الأهداف التي تنص على تنويع موارد الاقتصاد الوطني وتوطين التقنية وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وجد الترحيب بك معالي الوزير. يعني بالتأكيد يعني تم استحداث وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنهاية أغسطس من العام 2019، وبالتالي يعني هذه الوزارة مهمة بالنسبة للمملكة في تنمية الاقتصاد وأيضا في ظل المستهدف المهم لرؤية 2030 وهو التنوع الاقتصادي. بداية معالي الوزير، ما هي المنهجية الخاصة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية؟ وزارة الصناعة والثروة المعدنية. عفوا، وزارة الصناعة والثروة المعدنية. طبعا الحقيقة يعني أنا أعتقد إنه هذا استحداث هذه الوزارة الجديدة والتي ستكون معنية بالصناعة والثروة المعدنية في حد ذاته هو إعلان للحكومة بجديتها فيما يتعلق بكيفية استهداف هذه القطاعات. ولذلك يعني نحن سنعمل بإذن الله في هذه الوزارة الجديدة لتحقيق هذا التوجه. قبل إنشاء الوزارة الحقيقة القطاع الخاص الصناعي وأيضا قطاع التعدين
لاقى اهتمام كبير من 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 الحكومة على أعلى مستوى، ابتداء من سمو ولي العهد عندما اجتمع مع الصناعيين وبدأت الحوارات ما بين القطاع الخاص وما بين الحكومة في كيفية معالجة هذه الاستثمارات وهذا القطاع ونقله إلى أن يكون جاهز لتحقيق المستهدفات. من بعدها بدأت طبعا النقاشات ما بين القطاع الخاص وبين القطاع الحكومي، وتم تحديد 5 محاور أساسية، منها كان المحتوى المحلي، أسعار الطاقة، الصادرات، والحماية، والعمالة. نتج عن هذه الملفات عدد كبير من المبادرات. حاليا نحن في هذه الوزارة، رغم أنها وزارة ناشئة، إلا أنه الحمد لله نحن نبدأ من خلال من 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 إكمال المسيرة، سواء البناء على يعني المكتسبات الصناعية التي حققتها المملكة خلال 45 سنة، بالإضافة إلى هذا الحراك اللي صار خلال العام الماضي نبدأ به، وسوف نكمل أيضا العمل على أولا تأكد من أن المستثمر الحالي ما يواجه أي إشكاليات، وأي إشكاليات يواجهها نحاول أن احنا يعني نتعاطى معها، وبالتالي إصلاح الوضع الحالي. ثانيا خلق بيئة ملائمة ومحفزة للاستثمار، سواء من قبل المستثمرين الحاليين بحيث يستمرون يضخون أموالهم ويعيدون استثمارات في هذا القطاع، أو جلب استثمارات جديدة. وثالثا هو النظر المستقبلية، كيف ممكن نطور صناعتنا، وكيف ممكن أننا نخلق قطاع مستدام بإذن الله. جميل. يعني معالي الوزير، دائما كان يرتبط يعني اسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بوزارة الطاقة، يمكن قبل قليل ما زال الربط صحيح موجود. نعم. لكن معالي الوزير، يعني برأيك أنت لماذا تم الفصل ما بين وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية؟ أعتقد أنه الهدف الأساسي هو التركيز. التركيبة السابقة في خلط هذه القطاعات مع بعض في وزارة واحدة يمكن الآن يحل محله ندلب. يعني ندلب هي الحل لتعظيم العوائد من الاقتصادية من مختلف القطاعات، ولكن الوزارات بطبيعتها هي المشرع، وهي اللي تعاطى مع القطاع بشكل مباشر وبشكل سريع. فأعتقد أنه هذه التركيبة هي الأمثل، من خلال أنه ندلب ينظر إلى المظلة الأكبر للقطاعات الأربع اللي يخدمها، سواء الصناعة أو التعدين أو اللوجستكس أو الطاقة. وأما الوزارات التي معنية بالتشريعات وإحداث التغيير والعمل اليومي بحاجة إلى أنها يعني يكون فيه تركيز، وهذا يمكن هو من أهم الأسباب. جميل. معالي الوزير، أيضا نتحدث بالنسبة لوزارة الصناعة، هي وزارة حديثة، وبالتالي كيف سيكون البناء لهذه الوزارة، خصوصا ما أخذنا في الاعتبار يعني دائما ما يأتي الوزير إلى وزارة تكون هناك تراكمات بالتالي لتلك الوزارة. الآن في ظل هذه الوزارة المستحدثة، كيف سيكون الآلية بالنسبة للعمل لهذه الوزارة؟ والله يعني أنا بلا شك أنه تركيزنا بيكون على الصناعة وعلى الثروة المعدنية، لكن أيضا عندي شغف بأن تكون هذه الوزارة مثال إن شاء الله لوزارات المستقبل، من حيث أنها تكون وزارة عندها قدرة على التفاعل مع القطاعات التي تتعامل معها، تسعى أن يكون عملها قريب من المستفيدين واللي هم المستثمرين. لذلك سوف نقوم على تصميم، وبالفعل حاليا يعني نعمل على تصميم الوزارة بحيث أنها تكون وزارة فيها ديناميكية، فيها قدرات عالية على الابتكار وعلى التفاعل، وفيها أيضا إمكانيات على الاستفادة من المنظومة. اليوم الحمد لله المنظومة الصناعية أو التعدينية فيها جهات يجب أن تعمل مع بعض لتحقق الهدف، وليس فقط الوزارة. الوزارة يجب أن يكون دورها التشريعي. المنظومة اليوم موجود فيها مثلا صندوق التنمية الصناعي، فيها هيئة المدن الصناعية، فيها الهيئة الملكية للجبال وينبع، فيه هيئة الصادرات، فيه الآن إن شاء الله بنك الصادرات، فيه هيئة المساحة الجيولوجية. هذه الجهات يجب أن تعمل مع بعض لتحقيق الأهداف، وليس أن يكون كل جهة تعمل في استقلالية. يضاف إلى ذلك أيضا مرة أخرى استغلال ندلب بحيث نستطيع أن نحقق. فأنا يعني
بالفعل حريص أن نكون مثال لكيف ممكن أن يقوم جهاز حكومي حديث أن يستفيد من هذه الفرصة لخلق تحقيق الأهداف ولكن بطريقة أكثر ديناميكية. السلام مع الوزير مع الثورة الصناعية الرابعة بالتأكيد يعني الآن التحول الرقمي في بشكل عام في العالم يعني بشكل عام وأيضا نظم مستهدفات المملكة العربية السعودية والتحول الرقمي أيضا، لكن أيضا معالي الوزير ما تحدث عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بالتالي ما هي القطاعات التي تستهدفونها من خلال هذا البرنامج؟ طبعا البرنامج واسع ويمكن لعلها فرصة أتكلم على عجالة عن البرنامج لأنه مهم أنه المستمعين يعني والمستثمرين والمتعاملين في القطاعات هذه يكون عندهم تصور على ما 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 هو الهدف، وأنا أحاول بقدر المستطاع أن أبسط الفكرة من إنشاء البرنامج. القطاعات المستهدفة في البرنامج قطاعات أربعة هي الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، وهذه القطاعات حاليا هي تعمل بمعزل يعني عن أي برنامج وتحقق أهداف ولها خطط ولها استراتيجيات، إلا أنه كانت الفكرة بأن أن 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 تشترك هذه القطاعات في قاعدة واحدة بحيث تستطيع أن تنطلق منها لتعظيم الفائدة من خلال محاولة فهم كيف يمكن للقطاعات هذه أن تعزز بعضها البعض لتحقيق العائد الأكبر. ويعني أنا من المؤمنين جدا بندلب لأنه عشت التجربة، كنت في يوم من الأيام في شركة تتقاطع أعمالها مع هذه القطاعات، ولكن كنا نكون مضطرين للتعامل مع الجهات بشكل منفرد وبدون أن يكون هناك نظرة شمولية. أعتقد اليوم أصبح عندنا يمكن المنصة المناسبة لخلق الفائدة من هذه القطاعات مع بعض. بالنسبة لموضوع يمكن الثورة الصناعية الرابعة، هذا من أهم المستهدفات المستقبل لثلاثة أسباب رئيسية. أول شيء أنه هذا هو المستقبل أصلا. صحيح. شيء الثاني أنه يتناسب مع تركيبتنا السكانية والاجتماعية، يعني اليوم الحمد لله يمكن من ثروتنا الحقيقية هو الإنسان السعودي، هو الشاب والشابة السعوديين، واللي يشكلون نسبة كبيرة من السكان، لديهم إمكانيات، لديهم تعليم جيد. صناعة الماضي ليست مناسبة لهم، صناعة التي موجودة في مناطق نائية التي تعتمد على العمالة العادية، التي تعتمد على كثيفة يعني استخدام العمالة، ما فيها إبداع، قد تكون ليست الخيار المناسب. لذلك تقليدية بالضبط. صحيح. نعتقد أنه خيار الصناعة الثورة الصناعية الرابعة والاستثمار فيها هو أحد المسارات اللي نراهن عليه أنه يكون مناسب للسعوديين. والنقطة الثالثة أن المملكة لديها إمكانيات مالية جيدة تستطيع أن تحصل على هذه التقنيات وأن تسبق غيرها لتحقيق هذا لذلك أنا أعتقد أنه هو مسار مهم، وبالفعل يعني هو من المسارات اللي نركز عليها في الوزارة، ولدينا برنامج للعمل مع عدد من المصانع إلى 100 مصنع يعني نخلق مفهوم مناسب وكيف ممكن أن لهذه التقنيات أن تخلق الفارق في الصناعات الحالية. جميل. مع الوزير أن ذكرت قبل قليل أنه كان هناك يعني عدد من الإشكاليات في القطاع الخاص في حال الذهاب إلى وزارة الصناعة سابقا والطاقة، وبالتالي وأنت ابن هذا القطاع كيف ممكن حل هذه الإشكاليات خلال الفترة القادمة خلال هذه الوزارة، خصوصا ما أخذنا في الاعتبار أنه القطاع يعني الخاص يعتبر ركيزة أساسية بالنسبة لتنمية المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة؟ والله يا طول العمر أشوف إحنا الحقيقة يعني أنا من 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 المؤمنين بأنه ما حققناه في 45 سنة الماضية في الصناعة يجب أن نفتخر فيه بكل المقاييس. عندما نقارن المملكة بمثيلاتها من الدول التي اعتمدت على مورد مثل النفط وكيف وظفت هذه الموارد وضختها في برامج تنموية مختلفة ومضمنها الصناعة، يجب أن بالفعل أن نفتخر بالمنجزات. ولعلها مناسبة أن أشكر كل الصناعيين، كل من وضع ريال في الصناعة وخاطر بأمواله وكان عنده إيمان بهذا القطاع.
إلا أن في نفس الوقت يجب أن ندرك بأن الصناعة ينافسها بدائل استثمارية أخرى. صحيح. والمستثمر من حقه أن يضع رأس ماله في القطاع الذي يحقق له عائد أكبر ويكون فيه مخاطر أقل. لذلك هذا هو دورنا ورسالتنا، أن يكون القطاع الصناعي يحقق الربحية التي يستحقها المستثمر الصناعي الذي غامر بأموال كبيرة وكان له نظرة مستقبلية، وأن نخلق الاستدامة من خلال التشريعات. هذا الهدف بإذن الله سنصل إليه من خلال مجموعة من الإجراءات والبرامج التي نعمل عليها. جميل. الوزير استأذنك في فاصل ومن ثم نعود لمواصلة الحوار. إذا مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم نواصل الحوار مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ما زلنا نواصل الحوار مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف. أهلا بك معالي الوزير من جديد. أهلا بك. مع الوزير، بالتأكيد يعني خلال هذا العام تحديدا كان هناك أزمة عالمية، خصوصا في ظل الحرب التجارية القائمة ما بين الولايات المتحدة والصين، وأيضا في ظل عدم استقرار أسعار النفط، بالتالي انعكس بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي في ظل تباطؤ النمو، وبالتالي أيضا يعني الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية تأثرت بهذه الحرب خصوصا في ظل يعني تباطؤ النمو. بالتالي كيف سيكون دور الوزارة خلال يعني العام القادم هو العام التفعيلي بالنسبة 2020 بالنسبة للوزارة في حل هذه الإشكاليات وأيضا تحسين يعني نتائج أعمال هذه الشركات، خصوصا يعني خلال النتائج بالنسبة للشركات كان هناك يعني ما بين الخسائر وما بين التراجع في الأرباح؟ يمكن أحب التعاطي مع السؤال هذا من خلال يمكن محورين. المحور الأول هو طبيعة الاستثمار الصناعي. الاستثمار الصناعي والاستثمار التعدين يشتركان في بعض المعالم الأساسية. أول شيء أن كلاهما يحتاج إلى رأس مال كبير. الشيء الثاني يحتاج إلى مستثمر عنده يعني بعد نظر أو عنده نظرة مستقبلية. إذا نظرنا لهذا الواقع نعرف أن المستثمر الصناعي يضع في اعتباره أنه سيكون هناك سنوات بيكون فيها تقلبات بيكون فيها مصاعب. المهم وهنا يأتي دور المشرع أو الوزارات أو أن تضمن ثبات التشريعات، أن تحاول أن تتعاطى مع الأزمات بحيث أنه إذا كان فيه شيء تستطيع الحكومات المساعدة فيه أن تقدمه وأن تعالج بشكل سريع. ولعل هذا يتناسب مع خلق الوزارة، لأنه لكي تستطيع أن تتفاعل مع القطاع بشكل سريع يجب أن يكون عندك تركيز ويكون عندك متابعة لما يحدث في فبالتالي إحنا مثلا على مستوى الوزارة نعمل على تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص، نعمل على مساعدة القطاع الخاص على تنظيم نفسه، بمعنى أنه نحفز المستثمرين أن يكون لديهم مثل لجان القطاعية، مثلا صناعة الحديد، صناعة السيراميك، صناعة الأغذية وهكذا. هذه ستكون أداة لمساعدة هذه القطاعات عند الأزمات. الأمر الشق الثاني المتعلق بالحرب التجارية وما يحدث في العالم هو يمكن دليل واضح لأهمية وجود جهة قادرة على التفاعل مع الأحداث العالمية بشكل سريع، وإما من حيث التفاعل ووجود الأدوات المناسبة للتفاعل. هذا لا يمكن يكون لا أدوات، يعني صحيح. المملكة الحمد لله يعني في السنة هذه مثلا تم استحداث هيئة التجارة الخارجية. هيئة التجارة الخارجية عملها الأساسي هو في اتجاهين. الاتجاه الأول هو مساعدة المصنع السعودي والمستثمر السعودي الخروج بمنتجاته إلى البلدان الأخرى من خلال اتفاقيات الثنائية والبينية وتفعيل الاتفاقيات الموجودة. والشق الثاني هو حماية هذه الصناعة المحلية من الممارسات غير العادلة، من الإغراق، من الحروب التجارية. بهذه الطريقة نستطيع أن نضمن للمستثمر أنه هناك الأدوات، هناك الأجهزة الكافية لمساعدته على
يعني تخطي هذه العقبات. بلا شك أنه بعض القطاعات اللي قد يعني تواجه يعني تحديات قاسية، هناك برامج حكومية مثل برنامج استدامة الشركات، هو برنامج معني بالدخول ومساعدة بعض الشركات من خلال ضخ أموال قروض وعلى شكل قروض أو غيره، بحيث أنها يعني تساعدها على الخروج من الأزمة. جميل. مع الوزير أيضا في الجانب الآخر نتحدث عن الثروة المعدنية، وبالتالي المملكة الآن بدأت تستثمر في هذا القطاع تحديدا بأنه يعني قطاع جديد، وكان هناك حديث للأمير محمد بن سلمان واللي ذكر أنه النسبة المستغلة لا تتجاوز 3%، وبالتأكيد يعني ستواجهون تحديات خصوصا أن القطاع جديد في جذب المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، وبالتالي ما هي الخطط لدى الوزارة بالنسبة في هذا المجال؟ والله يشوف القطاع التعديني الحقيقة يعني، وهذه من نعم الله علينا أنه فيه يعني كنوز بإذن الله ستكون هي أحد الرذائل الأساسية بلا شك. القطاع التعديني بشكل عام في العالم قطاع يحتاج أن تقوم الحكومات بأدوار معينة ليستطيع المستثمر أن يأتي في المرحلة اللاحقة. ففي الغالب يعني التجارب الدولية اللي موجودة، وإحنا صراحة يعني موقفنا في هذا أو توجهنا فيما يتعلق بالتعدين هو عدم خلق العجلة من جديد. إحنا سنتبنى بعض الممارسات التي قامت بها بعض الدول واستفادت وحققت نجاحات. المسح الجيولوجي يعتبر مطلب أساسي وهو مسؤولية الدولة، وهذا ما سنقوم إن شاء الله فيه. عندنا مشروع كبير حوالي 2 بليون ريال لعمل مسح جيولوجي في الدرع العربي، حوالي 700 مليون متر مربع. جميل. تغطي كامل الدرع العربي. نتيجة المسوح الجيولوجية سيتم نشرها، والمستثمر يبدأ يطلع على هذه البيانات وهذه النتائج، وبعد ذلك يقرر على نوعية المواد التي يرغب الاستثمار فيها والمناطق اللي بيغطيها، ثم يقوم أيضا تبدأ مرحلة المستثمر الاستكشافية واللي فيها أيضا مخاطر عالية، لكن على الأقل يكون عنده حد أدنى. ثم تكون المرحلة الثالثة واللي يكون من خلالها يأخذ حق الانتفاع بالمنطقة التي يختارها وفي المواد التي هو يختارها، وتكون عادة طويلة. هذا العمل يحتاج إلى تشريعات، يحتاج إلى تنظيم، وهذا ما نعمل عليه. نظام التعدين بإذن الله نتوقع إن شاء الله أنه يصدر قريبا، انتهى حاليا من من هيئة الخبراء، وسيكون قريبا في مجلس الشورى، وحال بدء التطبيق سيفتح فرص كبيرة صراحة. أيضا مع الوزير يعني تحديدا نتحدث عن وزارة الصناعة، بالتأكيد يعني هي ليست بمنع عن التعاون مع الوزارات الأخرى، خصوصا في من خلال العمل نتحدث عن الصناعة، هي تعتبر اقتصاد حقيقي بالنسبة للدول، وبالتالي أيضا الوزارات تشارك وزارة الصناعة أيضا في العمل من حيث التعاون، أو أيضا من حيث يعني التشريعات التي تقوم بها وزارة الصناعة، وبالتالي كيف سيكون التعاون ما بين هذه الوزارة المستحدثة وما بين الوزارات أيضا المتواجدة الأخرى؟ بلا شك يعني لا يمكن أنه تنمية قطاع كبير وعريض مثل الصناعة والتعدين أن يكون فقط مسؤولية وزارة واحدة مثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهذا الأمر أنا أعتقد أنه جدا واضح. الدائرة الصغيرة هي الوزارة ومنظومتها، الدائرة الأكبر هي ندلب، والدائرة الأوسع هي كافة الأجهزة الحكومية. لو ناظرنا فقط يعني مثلا لتجربة الدول التي نجحت في تحقيق بالفعل يعني تحقيق نمو صناعي كبير وفي فترات قصيرة، القاسم المشترك كان التعليم. يجي يعني تبدأ بالتعليم، التعليم وزارة مهمة وجهة مهمة. صحيح. اليوم لو نظرنا في الأذر سايد في الاتجاه الآخر في صناعة المستقبل والإندستري بوينت فور، وزارة الاتصالات عملها أساسي، بل بالعكس يعني الملف التحول الرقمي هو مسؤولية الوزارة، وجانب الصناعة يكون مسؤوليتنا. وهلما جر يعني
العمل في تقاطعات بالتالي صحيح. بالطبع تقاطعات كبيرة، كل الجهات يعني تتفاعل، وزارة العمل شريك أساسي، عندما صدر قرار خادم الحرمين الشريفين بتحمل الدولة المقابل المالي على سبيل المثال، من ثاني يوم احنا شغالين مع وزارة العمل كيف بنطبق. احنا ما نستطيع ان احنا نطبق، وزارة العمل هي اللي تطبق وعندها المعلومات وعندها البيانات. الحقيقة وجدنا يعني تعاون كبير من الاخوان في وزارة العمل وفي وزارة المالية لتحقيق لذلك هذا امر حتمي وطبيعي. ويمكن هذا يرجعني لما ذكرت في ما يتعلق بالوزارة وكيف نظرتنا، كلما كانت الوزارة حجمها صغير ورشيقة كلما استطاعت أن تتعامل مع الجهات بشكل صحيح. سريع، وكلما كبر حجم الوزارة أصبح الوزير والقيادات مشغولين في منظومتهم ولن يكونون قادرين صحيح. على التفاعل مع فهذا أمر يعني حتمي. وبصراحة بكل صراحة يعني أنا لي ثلاث شهور في الوزارة، يعني حجم التفاعل والتعاون من كافة الوزارات يعني فوق ما كنت أتصور، ولذلك يعني لعلها فرصة يعني أقدم شكري الجزيل لكل الزملاء في الوزارات التي يعني تعاملنا معها وتقاطعنا معها على هذا على يعني مد يد العون لنا. وأخص بالذكر الحقيقة وزارة المالية، يعني وزير المالية، وأهنية على أيضا هل منتدى الميزانية ف يعني موضوع بالنسبة لي أكيد، والله يعطينا إن شاء الله يوفقنا أن نشتغل مع بعض نحقق الأهداف. جميل، الله يقويكم. معالي الوزير، أيضا يعني نتحدث جانبا يعني بلغة الأرقام، ماذا قدمتم خلال الفترة القادمة؟ ماذا تستهدفون أيضا خلال العام المالي الحالي مع يعني بداية عمل الوزارة بشكل فعلي؟ يمكن ذكرت أنا على عجالة الملفات الرئيسية اللي موجودة، لكن يمكن لو نظرنا إلى بعض المكاسب اللي استطاعت الوزارة أن تحققها بشكل مباشر، صندوق التنمية الصناعي من الأجهزة اللي كلنا كسعوديين نفتخر فيها، وساهم الحقيقة في التنمية الصناعية، ساهم حتى في التنمية البشرية، ويمكن كلنا نفتخر بالشباب اللي تخرجوا من هذه المدرسة. الصندوق رفع رأس ماله من 40 إلى 105 مليار، وغير الـ يعني غير القطاعات المستهدفة أو وسع قاعدة العمل، بدل ما كان فقط صناعي ورأس مالي الآن أصبح يستمر صناعي ولكن أيضا دخل منتجات جديدة. والقطاعات الثانية مثل التعدين لحوالي 15 مليار من الـ من الـ من البورتفوليو من المحفظة الاستثمارية الاقتراضية، وعندنا قطاع وأيضا بيغطي قطاع اللوجيستكس وقطاع الطاقة. فالأمر الآخر اللي هو صندوق هو بنك الصادرات المستهدف، بنك الاستيراد والتصدير الإكزيم السعودي إكزيم، البنك في المراحل النهائية للإطلاق، ومع ذلك بدأنا وسيكون إن شاء الله رأس ماله 30 مليار، ولكن مع ذلك بدأنا بعمل عمليات ووصلت تقريبا في حدود أقل من 5 مليار، كلها عمليات تمويل الصادرات وتمويل النشاط. إطلاق ندلب هذا العام أعتقد في حد ذاته يعني فصل الوزارة، القرارات اللي تبعت فصل الوزارة من حيث تحمل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي، تمليك الأراضي اللي كان عليها بعض يعني الملاحظات والإشكالات، مرجعية الوزارة، مرجعية القطاع الصناعي للوزارة، وعدم يعني وضبط التدخلات أو التداخلات اللي ممكن تكون من الجهات الأخرى. حاليا أيضا نعكف على دراسة أسعار الطاقة ومزيج الطاقة وأسعار المواد الهيدروكربونية وأسعار الكهرباء للصناعات. هل كان هناك تثبيت مع الوزير بالنسبة لأسعار الطاقة بالنسبة للمصانع؟ لا، الآن الملف هذا طبعا تعرف فيه عندنا فريق حوكمة لأسعار الطاقة برئاسة سمو وزير الطاقة، والملف هذا الآن معهم وهم يقومون بدراسة أثر التثبيت أو البدائل وكيف ممكن أنه تكون الأسعار مشجعة للقطاع وداعمة وفيها
نظرة يعني طويلة المدى. جميل. إذن مع الوزير، ما أنك ذكرت بنك الصادرات، وبالتالي كيف سيدعم الصادرات السعودية خارجياً، وأيضا كيف الآلية بالنسبة لعمل هذا البنك لمن أيضا يريد الدعم؟ يعني بنوك الصادرات في العالم تجربتها واضحة وساهمت بشكل مباشر في تنمية صادرات الدول اللي نشأت فيها، والمملكة يعني في عندها برنامج اللي هو برنامج الصادرات اللي تابع للصندوق السعودي للتنمية، لأنه هذا البنك الصادرات سيكون تركيزه فقط على الصادرات، سيكون عنده منتجات فيها تمويل العملاء، فيها تمويل المصنع أيضا ليكون جاهز لتنفيذ الطلبات اللي تجيه من عملائه، فيه ضمانات، يمكن سيساعد عدد شريحة أكبر، شريحة من صغار المصنعين، بحيث أنهم يستطيعون أنهم يعني يجدون نفاذ لسلعهم. عندما نضيف أيضا نشاط البنك مع هيئة الصادرات تكتمل المنظومة، بحيث أنه المصنع السعودي يجد من يساعده، من يسوق له، ويجد أيضا من يموله ويمول عميله. ممكن هذا مع الوزير نتحدث عنه بعد الفاصل، هو الحديث عن آلية دعم المستثمر الصغير والمواطن، وبالتالي دعمكم أنتم في الوزارة للمواطن من خلال هذا العمل. اسمع لي مع الوزير، أذهب إلى فاصل ثم أعود لمواصلة الحديث. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وجدد الترحيب بمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف. أهلا بك مع الوزير من جديد. أهلا. مع الوزير، يعني قبل قليل تحدثت عن أنه دعم المستثمر الصغير بالنسبة لوزارة الصناعة، وبالتأكيد يعني شاهدنا خلال الفترة الماضية كان هناك يعني تقليص لعدد المصانع خصوصا في ظل الانكماش الحاصل في فترة سابقة. الآن كيف سيكون العمل بالنسبة للوزارة خلال الفترة القادمة؟ طبعا يمكن اليوم يجب ان احنا نرجع لما كنا نتكلم فيه قبل الفاصل، بانه عمل الوزاره هو امتداد لعمل جهات كثيره. اليوم هيئه المؤسسات المتوسطه والصغيره انا اعتقد انه عندهم عمل جبار فيما يتعلق بتحفيز رواد الاعمال ومساعده المؤسسات الصغيره والمتوسطه، وهناك عمل معهم ايضا كيف ممكن أنه نطور بعض هذه الأفكار إلى أن تكون استثمارات صناعية. ولذلك مثلا الصندوق الصناعي على سبيل المثال اليوم عنده المرونة أن يخلق منتجات تمويلية لاستهداف أي شريحة ممكن، يعني هذا من الأشياء اللي يمكن المكاسب اللي حصلنا عليها في التنظيم الجديد للصندوق. الأمر آخر يمكن وهو بالنسبة لي هو الأهم، أنه القطاع الصناعي يجب النظر له كسلسلة، يعني سلسلة الفاليو أو سلسلة القيمة لها أكثر من محطة، جزء منها التصنيع أو المصنع أو وحدة التصنيع، لكن يسبقها يعني عدد من العمليات ويتبعها عدد من العمليات، فوجودها مهم. لذلك احنا دائما نقول يجب أن لا ننظر للصناعة وما تحقق الصناعة من وظائف أو فرص فقط في الوحدة، لأن إذا فقدنا هذه الوحدة سنفقد كل السلسلة. نصيحتي للشباب والشابات أن ينظروا إلى مصانع المستقبل والتقنية، أن يحولوا بعض أنشطتهم الحالية إلى أنشطة قد تكون فيها عمليات تصنيعية، لأن الفرص إن شاء الله ستكون قادمة. وأنا أيضا أوصل هذه الرسالة للتجار، لأنه التاجر اليوم مهم أنه يبدأ يلتفت، لأنه الصناعة ستكون منافس، والتاجر اليوم مرتاح وحاس أنه ما أخذ حصة سوقية في منتج معين، يجب أن يبدأ يفكر أن يحول هذا المنتج
اللي يستورده إلى أن يصنع محليا. وإلا إن شاء الله إذا نجحنا في تحقيق وإن شاء الله بننجح أهدافنا سيجد منافسة كبيرة وسيكون هناك من يصنع هذا المنتج. كل الأفكار الجديدة مع الوزير أثبتت نجاحها يعني في عدد من الدول، خصوصا في ظل الصناعة التقليدية شهدنا هناك بروز لأسماء شباب كثيرون من خلال هذه الأفكار الجديدة التي يطرحونها، خصوصا كما ذكرنا في ظل التحول الرقمي وأيضا التقنية الجديدة والثورة الصناعية الرابعة. لكن مع الوزير يعني في هذا العام يعني شهدنا هناك 2019 كان هناك يعني تحول كبير في الاقتصاد السعودي، شهدنا هناك نمو في سواء في سهولة ممارسة سهولة الأعمال، شهدنا تقارير كثيرة تشيد بالإنجازات التي تحققت في 2019 في وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ماذا تحقق يعني خلال هذا العام من أرقام؟ تحدثنا قبل قليل عن بعض الإنجازات. يعني التشريعات في حد ذاتها أثرها أنه مثل موضوع مثلا الإيز أوف دوينج بزنس أو يعني تسهيل الإجراءات، هذا في حد ذاته يجعل المستثمر مثلا الأجنبي يلتفت على المملكة العربية السعودية، وش هالبلد هذه، وش الفرص اللي موجودة فيها. طبعا المصنعين أو الشركات العالمية دائما يكون عندها توسعات، ودائما ما يمكن أنها يعني يكون عندها خيار واحد، تنظر على أكثر من خيار. يعني صحيح. اللي بيجي يغطي مثلا منطقة الشرق الأوسط أو منطقتنا بيكون عنده أكثر من خيار، هل أحط استثماري في المملكة ولا في الإمارات ولا في مصر، ولا يجب أن نكون قادرين على أن نلفت انتباه هذه الشركات أنه يعني المملكة هي خيار مناسب. فمثل هل يعني هذه الأمور اللي يعني تجعل المملكة تقفز إلى هذا، بلا شك سيكون لها أثر إيجابي على الصناعة. دورنا في الصناعة نكون أيضا أن نستقبل المستثمر سواء المحلي أو الخارجي، وأن نساعده أو نضع الإطار القانوني والتشريعات والتنظيمات اللي تجعله مطمئن. جميل. لأنه بدون الاطمئنان مهما سويت للمستثمر من تسهيل الدخول وتسهيل الإجراءات، إذا لم يكن مطمئن بالتشريعات وثباتها سيكون عندك مشكلة. أيضا معالي الوزير يعني بالنسبة لعدد المصانع، عدد التراخيص بالنسبة للوزارة في هذا العام، هل كان هناك نمو بالنسبة لها؟ والله أنا الحقيقة يمكن لفت نظري بعض الأرقام اللي في الربع الثالث، ويمكن لعلها يعني انعكاس إيجابي لنشوء الوزارة وعلى الأقل خلق هذه الوزارة. يعني زاد عدد التراخيص الصناعية يمكن حوالي 20%، زادت نسبة المصانع اللي دخلت حيز الإنتاج بحوالي 25%. أنا أعتقد هذه ولو أنها مؤشرات بسيطة، لكن مؤشرات تعطي يمكن جس نبض لتفاؤل، وهذا اللي حقيقة احنا نحاول نهدف له. المقابل المالي أو إعفاء أو تحمل الدولة للمقابل المالي، رغم أنه دخل حيز التنفيذ الآن مدة شهرين، لأنه خلق 6000 وظيفة، 6000 وظيفة منها 50% سعوديين. هذا بس يعطيك انطباع على أنه إجراءات بسيطة ممكن أن تحدث تغيير. المهم أن نجعل هذا العمل مستدام. يمكن معالي الوزير بالنسبة لتحمل المقابل المادي كان هناك حديث أنه قد يكون له انعكاسات أيضا على التوطين بالنسبة للوضع، بالتالي في حال هذه الإحصائيات يعكس أنه لم يؤثر بشكل سلبي عليها. طبعا يعني من يقرأ القرار الملكي ممكن يعني ينخلق عنده هذا الانطباع، لكن المتخذ القرار بلا شك حريص على موضوع التوطين، حريص على عدم سن تشريعات تكون لها أثر سلبية على هذا. لذلك دورنا احنا في الوزارة بالعمل مع وزارة العمل ومع وزارة المالية يعني بشكل مباشر بدأنا في عمل النظام لتطبيق هذا الأمر، وكنا حريصين بأن نضع كل الترتيبات اللازمة التي تجعل المستفيد الحقيقي يستفيد،
ولا تؤثر على التوطين، ونضمن عدم إساءة استخدام يعني هذا القرار في بأي شكل من الأشكال. جميل. معالي الوزير، يعني لابد أن يشاركنا المواطن في هذه الحلقة، وبالتالي هناك استطلاع قمنا بإجراءه وأخذنا يعني عدد من الأسئلة بالنسبة للمواطنين، إذا تسمحنا أن يعني نقوم الآن باستعراضهم ثم الإجابة عليها. إذن نشاهد مشاهدنا الكرام. أين الصناعة يا وزير الصناعة؟ كل شيء عندنا مستورد. فالسؤال هذا موجه لك، لأن اللي نشوفه في السوق كله مستورد، كله مستورد من البلدان العربية والإسلامية والعالمية. حبيت أسأل إذا ليش ما تتوفر عندنا مصانع للسيارات أو قطع غيار بحيث أن تقل برضو نسبة البطالة عندنا، ويعطيك العافية. معالي الوزير، نطمح إحنا ككوادر نسائية أنه تفتح لنا معاهد كتدريب وتوظيف في المجال الصناعي، نتمنى هذا الشيء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. مع الوزير، يعني كما اطلعنا قبل قليل على الأسلم، كان السؤال الأبرز من المواطن ذكر أنه أين الصناعة يا معالي الوزير؟ صناعة في كل مكان. هذا السؤال بالفعل يعني يدلل على تقصيرنا على الأقل إحنا كمصنعين. قبل ما أكون وزير يعني أنا اشتغلت في الصناعة 25 سنة. هذا السؤال هو المحك، ويجب أن تتغير هذه الصورة. يجب أن يعرف كل مواطن ويكون فخور بالصناعة السعودية، لأنه بالفعل هي تستحق. يعني اليوم منتجاتنا صدقني طال عمرك انه مطلوبه في كل مكان بالاسم. اليوم منتجات السعوديه يمكن على مستوى مثلا المنتجات الاستهلاكيه تجدها في منافذ البيع اول منتج ينفذ. منتجاتنا الصناعيه كذلك. لذلك احنا مقصرين، لذلك عندنا برنامج في الوزاره هو صنع في السعوديه. يجب أن نكون منين بهذا. أنا صار لي موقف مع سمو الأمير في فورمولا إي، سألني وش مارك وين مصنوع يا بندر؟ وقلت له في السعودية إن شاء الله يطول العمر، لسبب بسيط. أنا عندي يعني خليط وبعدها خلاص. بالفعل يعني اليوم عندنا منتجات تستحق أنه ندعمها، ليس فقط من جانب وطني، ومع أنه جانب الوطني في حد ذاته كافي. لك أنا أؤكد لك أنه اليوم المنتج السعودي ينافس في الجودة، في السعر، في الخدمة، قادر على أنها يعني ينافس أي منتج. يمكن هذا الجانب نحتاج أن احنا نلتفت له. فأنا أشكر الأخ على هذا السؤال. أذن معالي الوزير، يمكن أحد الشباب سأل أنه أين مصانع السيارات في المملكة العربية السعودية وأيضا قطع الغيار، وهل سنشهد خلال الفترة القادمة وجود مثل هذه الصناعات بالنسبة للسعودية؟ شوف، صناعة السيارات يعني في تجارب الدول العالم في صناعة السيارات أنها تكون هي يمكن نقول عمود فقري لمجموعة من الصناعات، واختلفت الدول في كيفية بناء هذه القاعدة، إما أنها بدأت من الأسفل أو من الأعلى أو من الانوفيشن أو من الاختراع. يمكن المملكة في هالمرحلة لديها يمكن أو من حسن حظها أنه لديها الخيارات. وإحنا اليوم في التجمعات الصناعية، أحد الأجهزة التي تابعة للوزارة، ننظر لأكثر من سكتر أو من قطاع، وكيف ممكن أنه ينخلق فيها تجمعات، ومن ضمنها صناعة السيارات. وسوف نختار التوجه الأنسب، خاصة اليوم في ظل تغير يعني تقنية السيارات. صحيح. في ظل السيارات الإلكترونية ولكن يعني سنتعلم من تجارب الآخرين، ولكن أيضا إن شاء الله سننطلق يعني انطلاقة ثانية. لكن في صناعات أخرى يعني غير صناعة السيارات ممكن يبنى عليها كلاسترز، يبنى عليها يعني تجمعات تخدم
يعني القطاع مثلا الدوائي اليوم احنا مهتمين فيه، قطاع البلاستيك، قطاعات الطاقة. فاليوم يعني برنامج التجمعات الصناعية يدرس حوالي 12 أو 13 تجمع مختلف ممكن أنه يخلق من خلاله يعني قطاع متكامل. جميل. أيضا شاهدنا السؤال، أحد المواطنات ذكرت أنه نحتاج إلى معاهد لتطوير وتأهيل المرأة السعودية خصوصا في المجال الصناعي. والله أنا أبشرها الأخت هذه أنه اليوم إن شاء الله التعليم الجامعي مع تدريب في المصانع سيكون كافي، لأنه زي ما ذكرت قبل شوي إحنا توجهنا إلى صناعة المستقبل، إلى صناعة إندستري 4.0 وغيرها، ستكون إن شاء الله كفيلة بأنه وبالعكس يمكن بالذات للمرأة. يعني أنا عندي أحد بناتي الآن داخل الجامعة، وكانت العام الماضي وتسألني تبغى تدخل الهندسة الصناعية، قلت لها توكل على الله. لو قبل 20 سنة مستحيل أنك تتصور أنه بنتك ممكن أنها تدرس مثلا هندسة صناعية. اليوم الوضع اختلف لأن البيئة الصناعية اليوم هي البيئة الصناعية في السابق. فأنا أعتقد أنه دور التدريب سيكون مشترك مع الشركات. الشركات الصناعية يجب أن يكون لها الدور الأولوية، وهذا صراحة المودل اللي ناجح في دول العالم، لأن الحكومات أو المعاهد مهما كان لا يمكن أن توصل الشخص إلى مستوى أنه يعني يكون قادر على أنه يعمل في مصنع. وأنا أعتقد أنه هذه هي الطريقة السليمة. أخيرا معالي الوزير، أنا بالتأكيد المملكة لاعب رئيس ومحرك ولا يعني مهم بالنسبة لاستقرار الاقتصاد العالمي. هذه السنة المملكة تتسلم رئاسة قمة العشرين، وبالتأكيد الجانب الصناعي مهم بالنسبة لهذه الدول. كيف سيكون انعكاس هذه الرئاسة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وأيضا في كما ذكرت قبل قليل توجيه رسالة للعالم من خلال هذه الرئاسة بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وأيضا تطور يعني الصناعة الخاصة بالمملكة العربية السعودية؟ والله يشوف يعني قمة العشرين حدث مهم جدا، ووجوده في المملكة في 2020 أنا أعتقد أنها احتفالية. هي فرصة نادرة لأن يرى العالم الصورة المشرقة والحقيقية للمملكة على الواقع. والتنظيم يعني اللي موجود اليوم على مستوى الأجهزة الحكومية وعلى مستوى أعلى مستوى في 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 الدولة أخذ هذا الموضوع وهذا المشروع بجدية كاملة، والتعامل معه بالفعل يحقق الأهداف. وإحنا حنكون دورنا أيضا مع بقية الوزارات اللي عندها الملفات الأساسية. فنصيحتي الحقيقة لكل سعودي أنه يشارك بأي شكل من الأشكال، لأنه مجال المشاركة في يمكن استقبال الضيوف و تقديم خدمات، أو يعني خاصة مجتمع الشباب والشابات وطلاب الجامعات، فرصة رائعة صراحة. لأنه أنا مهما أتكلم كوزير أو أي مسؤول حكومي، المتلقي يأخذ كلامي بشكل مختلف عن ما سيسمعه من أي شخص عادي أو طالب أو متطوع وشغفه وحبه لبلده. وأنا أعتقد أنها فرصة رائعة. جميل. في الختام معالي الوزير نشكر لك هذا الحضور وقبول الدعوة، ونتمنى لكم التوفيق في وزارة الصناعة والثروة المعدنية. أشكركم مرة ثانية، وأرجو أن أكون وفقت إن شاء الله لإيصال الرسالة، ونراكم إن شاء الله في منتديات قادمة بمشيئة الله. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.